الأستاذ سلمان؟ الأستاذ سلمان صحيح؟ طيب. ألو؟ أهلا وسهلا. الدكتور سليمان موسى من الزقازيق. أهلا يا دكتور. أنا بشكرك للاتصال. لا يا فندم. إحنا بنحاول نتصل بيك بقالنا فترة. أنا تحت أمرك يا فندم. الله يخليك، أنت قلت في أول في مقدمة البرنامج إن الإنسان لازم يحس بكرامته وباحترامه. معايا حضرتك؟ طبعا. وأضيف على كده إن المسؤول أو أي مسؤول في الدولة هو في خدمة المواطن. المفروض. المفروض، إحنا جمعية إسكان أطباء الشرقية. أنتوا مين يا فندم؟ جمعية إسكان أطباء الشرقية. كويس. تابعة لنقابة الأطباء. كويس. شارين قطعة أرض من 83 مشهرة وعقد مسجل. وتابعة للتعاونيات. كويس. وكل ما نحاول نبنيها من 83 تقف لنا المحافظة. ليه؟ لأنه اللي هم كان جنب مننا قطعة أرض نفس المساحة بيشتروها وبنوا على اعتبار أنهم يساعدونا في المباني وسابونا ومشوا. مين اللي بنوا؟ المحافظة بنت والأرض من الشرق مستشفى الأحرار ومن الغرب مباني أهالي. يعني محاطة بالمباني من جميع الجهات وحجتهم يقول لك لا احنا ما عندناش تصريح دلوقتي استنوا لما تتصل بالتخطيط العمراني اذا وافق لنا نخليكم تبنوا. وزعنا الارض على الاعضاء وكل عضو خد قطعة ارضه من مساحة 150 ل 200 متر وسجلها باسمه وعمل على العثور. فوجئنا في شهر 5 ان المحافظة جت نزلت بدون سابق انذار الاهالي تتصل بينا زي التتار نزلوا هدم في الاسوار واستولوا على الارض واستولوا عليها. واحنا كل ما نتكلم ما حدش بيسمعنا ولا حد بيساعدنا خالص. فاحنا دلوقتي يعني نروح لمين ولا نلجا لمين؟ احنا شارين الارض دي واحنا شباب الاطباء، احنا دلوقتي كلنا على المعاش. كان عندنا امل ان احنا نعملها مدينه الاطباء ونسكن ونسكن فيها. دلوقتي الارض دي يا دكتور الارض دي يا دكتور مساحتها قد ايه؟ 4 فدادين ونص. يعني 4 والمحافظه باميه تحت مننا ورا مننا نفس المساحه يعني 16000 متر. دي مساحتها كبيره. مساحتها كبيره ما هي موزعه على 200 عضو غير ان في اماكن مخصصه لعمل عمارات. طيب قول لي يا دكتور دفعت فلوسها سنه كام؟ سنة 83 كاملة؟ كاملة؟ عقد مسجل. نعم. يعني انتوا دفعتوا فلوس الارض دي كاملة سنة 83؟ من سنة 83 ولا قسطتوا؟ لا معانا عقد مسجل من سنة 83. اذا كان حضرتك تفتكر الدكتور طلبع ويضا رئيس جامعة الزقازيق كان هو من الناس اللي حاضرين وعميد كلية الطب كان نقيب الاطباء. ده الوزير. ده الوزير. في الزقازيق. الوزير الحالي؟ لا 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 ده من سنة 83. احنا دلوقتي كنا شباب الاطباء بقينا كهول الاطباء دلوقتي. استولى عليها المحافظ بحجج يعني لو اتصلت بيهم هيديك حجج واهية. طيب دلوقتي يا دكتور سليمان دلوقتي نعم الارض ديت لما المحافظة دخلت وكسرت الاسوار عملت ايه فيها؟ عملتها موقف. عملت موقف. موقف؟ عملتها موقف للسيارات. معايا حضرتك؟ فاحنا دلوقتي يعني ايوه مصلحة البلد بس ما تجيش على المصلحة الخاصة. الأرض دي تابعة للتعاونيات. بدون سابق طيب. إنذار. دكتور احنا إن شاء الله إذا كان في عمر هنتابع هذا الأمر. دكتور بشكرك. يعني مش ممكن انا رجعنا كلمنا الاستاذ حسام رزق رئيس هيئه التعاونيات وقال ان هو عنده 3000 جمعيه فهيشوف هو بيرقصها في مسؤولياته هيشوف حكايه جمعيه اطباء الشرقيه. يعني هل هو هل ولا مش هل بقى بس ايه يعني حاجه فكره لطيفه على فكره ان الواحد يشتري ارض سنه 83 وبعدين بعد ما يطلع معاش يعملوها تراب بقى.
ما هيعملها ايه؟ ما خلاص طلع معاش وخلاص، نعملها طرب. معلش احنا بنطرح مشاكل الناس، وكلنا امل ان الناس لازم هتساعد بعضها، لازم، لان ما عندناش خيارات تانية، ما عندناش خيارات غير ان احنا نضم وان احنا نواجه وان احنا ننتظر الست انغام بكرة ان شاء الله. تصبح على خير.